لن يسمع أبناء ضبي صوت رحمة مجددا. استطاع قناص حوثي إنهاء حياتها برصاصة غادرة أطلقها ضد الرأس وفارقت الحياة. أنتهي من هنا وهي كانت تحلب مع جزعات القذيفة. هي شكل إقامة تشوفون وقاع القذيفة. دخلت لي من هنا خرج من الرأس من هنا خرج. في هذا المكان كانت رحمة علي هائل تقضي معظم أوقاتها في أداء واجباتها اليومية كأي امرأة ريفية تعطي الأرض والحياة طابعها الأول الخاص والنقي، وتوزع حبها بين شيائها وأبقارها ومهامها التي تقوم بها. لم تكن رحمة ولا أبناء القرية فكروا قبل هذا اليوم إن حرب الميليشيا ستصل إلى أعالي مناطق محافظة تعز كجبال الريام والهتار في الأعبوس، وتخطف روح واحدة من أنقى النساء هنا وأبسطهن وأكثرهن تبادلاً للحب والاحترام مع أبناء منطقتها. كانت رحمة هي الأخت عزيزة علينا كلنا، دائماً كانت تقدم مساعدتها لكل الجيران، لكل من يطلب مساعدة منها. ترفيد الحياة كانت دائماً بالحقين والسم، كانت هي مثابة الحياة بالنسبة لنا فيها. قطعت الميليشيا مئات الكيلومترات لتصل إلى هنا، إذ تأخذ هذه المناطق أهمية كونها تقع على حدود متاخمة لمناطق محافظة جنوبية كالقبيطة وقاعدة العند ومحافظة لحج عموان. فانطلقت إلى سفوح محافظة تعز، وأرادت الميليشيات أن تتمركز هنا، فقتلت من قتلت في طريقها، ورحمة هائل واحدة من ضحاياها المدنيين. المتوفية حصل لها تلقت رصاصة في الدماغ، حصل نزيف من النخرة ومن الجمجمة، تهشم في الجمجمة في الجهة الخلفية، وطبعا ماتت بنفس الحال. اتركت الميليشيا القرية على هذه الحالة حزن وألم يعتصر القلوب، فالحادثة الأولى من نوعها هنا في جنوب الشرقي من تعز. شوفوا لنا سمعوا القذيفة طارة وقالوا نعم شوفوا وحدة قاعدة تصح من هناك وحدة من هناك، وقالوا وحدة من هنا شافوا ما مفتوح، نعم رجلها من هنا معطوف رجلها مطول كذا. حيث تواصل الميليشيا الحوثية وقوات الرئيس المخلوع قصف وقنص المدنيين من أعالي جبال الريان والهتار والخراس بشكل عشوائي بعض قرى عزل الأعبوس. في هذه الحظيرة كانت رحمة تنشد السلام كعادتها كل يوم، والتي ما إن برحت بالخروج منها حتى اغتالتها رصاصة قناص من عناصر ميليشيات الرئيس المخلوع وجماعة الحوثي. سامح عبد الوهاب، قناة بلقيس، الأعبوس، جنوب شرق تعز.